السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم. إذا كنت من المتتبعين الجدد فما عليك سوى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد يتعلق بهذه القناة. أول حاجة غادي نبداو بها وهي الرؤية الصالحة من الله عز وجل والحلم من الشيطان. الرؤية الصالحة من الله عز وجل والحلم بشيء محرم حرمه الله عز وجل علينا فهو من الشيطان. مثال الزنا، شهادة الزور في المنام، القتل في المنام، الكفر في المنام، الشرك بالله، فهذه الأحلام كلها من الشيطان. واليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الزنا. الزنا من الشيطان. هناك بعض النساء كيحلموا بزاف أنهم كيمارسوا الزنا في المنام. إلا شفتي هذه الأحلام كتكرر عندك بزاف خصك تراجعي نفسك مع الله عز وجل. وملي غادي تراجعي نفسك مع الله عز وجل فغتلقاي أنك باقي فيك الديفو، انك باقي فيك ديفو، خصك تعاودي راسك مع الله عز وجل. كيف ما قلنا، الحلم من الشيطان والرؤيه الصالحه من الله عز وجل. يقول ابن سيرين في تفسير الزنا في المنام، يقول بان هذا الشخص سيفعل افعال يعاقب عليها القانون، كيف ما كنقولوا يعاقب عليها الامن في هذا الزمن. فانا جبت لكم غير الحلم ديال الزنا في المنام، فالحلم من الشيطان. واذا كنت يا اختي كتحلمي بهذه الاحلام بزاف فيجب عليك أن تعيدي نفسك مع الله عز وجل. فمن غادي ترجعي لكلام الله عز وجل غتلقاي راسك أنك بعيدة كل البعد عن الله عز وجل. فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل. والإنسان اللي يبغى الأحلام ما يبقاش تكرر عنده بحال هذه الأحلام هذو الخايبة، فينام على وضوء ويقرأ آية الكرسي قبل النوم. مهم أخوتي، كان هذا هو الموضوع ديالنا. بلا ما نطول عليكم، كان معكم مورد بالحب في الفيديو هذا. إذا كنت أول مرة دخلت القناة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد يتعلق بهذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.